وشرطة ننتقل بكم إلى زاوية بلا حدود من صحيفة الجريدة، ونطالع للكاتبة هنادي الصديق. جاءت هذا اليوم بعنوان الحاضنة الشعبية. هنادي بدأت هذه الزاوية بالقول حقيقة واحدة فقط: على الجميع التعامل على أساسها كلما ضاقت واستحكمت حلقات الضغط القوية على الحكومة الانتقالية من الداخل والخارج بغرض إسقاطها، وهي أن السودان أولا وثانيا وأخيرا ولا مجال لإعادة إنتاج حكومة البشير مرة أخرى، ورفض استبدال التمكين بتمكين آخر لا يقدم للدولة سوى مزيد من الفشل. تمضي الكاتبة: كثيرا ما واجهنا أقلاما بغرض النقد البناء لما نراه من أخطاء كارثية تتسبب في تثبيت دعائم النظام البائد من قبل وزراء ومسؤولين بالحكومة الانتقالية، ولم يكن انتقادا للانتقاص من شخص أو دور أحد، ولا ينبغي أن يكون ينظر لهذا الأمر على ذلك الأساس. تستمر الكاتبة بالقول: اتفقت مع الكثير من الزملاء والأصدقاء ممن يرون في تباطؤ الحكومة خطرا داهما على الثورة والحكومة الانتقالية بشكل عام، وطلبنا قيادات الحكومة التواصل مع الجماهير، كل وزير ومسؤول مطلوب منه توضيح خططه وبرامجه والصعاب التي تواجهه وعدم الخوف والتردد في اتخاذ القرارات التي تدعم الثورة. تختم هنادي هذه الزاوية بالقول: مطلوب فتح ملفات الكثير من المنظمات الغامضة والمشبوهة وبترو أو إبعاد الأيادي العابثة وتقديمها لعقوبات فورية، واستبدالها بقيادات ثورية ليست صورية، ودعمها بقوة لحين الانتهاء من تفكيك هذه المنظومات المفخخة. وأخيرا فعلت لجنة التمكين بعودتها مرة أخرى للمشهد، فمثل هذه القرارات القوية هي التي تعيد للمواطن ثقته في الحكومة.